نيكي أن تاجرين قوان كي سلطان كجود إبرها خبر شعلو يدولان كقانون أي كسوق عطي هو أنت مقالة الله سبحانه ديجا مدود النجم مدمه وهذا الكيدين تسلطان كجود إبرها سومالي لان سلطان داود سلطان محمد وحال كبحي الفدي هو جامين أي سلطان عدك ودي أم شرح بابي قطبدي كسوق بحاي شركة برو كواسي او شيغي بيش خبر شعلوين اي باق نبادات شركاسي كسو سارتاي لنا عكالين اي دحدحادين ايان سندلد دقون كاه بيلاها سومالي لان اياسي ارين تاسي دادي فيسي وحنا اي كوت المانتي قف عد او ديگان كاسي لغولاك اي ايقون اي كقراب ايان بيلاها قرح جسنا وحا اي امر كوسي سيين عدود يعيدن بايس لبر برتاقان قران كسومالي لان اي عالن كتوحيد كالي وربحينتي اننا اي اي نكفل غينا انان نحرك هادل كسلدانك قولوين يقورتي وهقامين اي سلدانك قود بيلاها سومالي لان سلدان داود سلدان محمد او شركة رايدكو قبطي مقالة ده هرقيس اي عاصمة ده سومالي لان ايا وحا اي حالي ابولوتيس كبحيين قو امدي اي مچارا حبابيين حلوفة ده وهقامين اي سلدان عدد قودي كواسي او كلاسو دح بحاي نبت قليو ايو قضبوه آن شركاسي كسو بحين قورتي ده تنه ايا وحا اي داها كرهجينين اي اي تسيهين قضبا دي شركاسي كسو بحاي حبا يراتي وح نبت قليا اهين اي اي كوچرين سيدا او كلاو وحا اي اي دين باقي سلدان كقود اي بيراها حبر چهلو سلدان عبدالله سلدان علي او شاقاي اي اي قد ديريريت سمايستان ديگا انكاسي سيدا او كلانا فردقا كاعان تاسي او حبا يراتين نبت قليو ايو ودا هادال كاها اي دبدا كرري حيان قدد بيلاها قرح جسميشا كساريسا سلدان داود سلدان محمد ايا كو امري بيلاها قرح جسين اي عدود ايو عيدان بايس لبر برتاقان عالان كتوحيد كاليه ايو ديگا مدى باريغا سومالي لان تاسي او هو انت مقالاد اللاس عانو داي دولان با انكو هاي سو ايادا او كدوني سد كيد يلا وقبولو اي كلا بيران ودن كسوماليا حال بحين تسلدان كقود بيلاها سومالي لان ايا وحا ونقونا يا ميداي بيش هبر چعلوكو قناعدوه كاسي او ان لغد دباحد لين هبا يراتيه ما داما او يحايه مضيحي وقسر رييي ديگان كاسي هادل كسلدان كقود ايا حال بحين تيسا ايا وحا وكسو بيقم يا حيلي اي قرادادا مقالادا لاسعان ودنهاد لين كواسي او شاقاي قوغوش النباديد اي ديگان بيلاها قرحيكيس اياقونا ايوهو قانسانيهين هسي ياشي لغد qabashada deegaanka ay ood wadaagtay yihiin iyo sidoo oo kale garsoorka labada dhinac waxa si arintaasi halbacaad lagu lisay ka dhigay hadalka guurtida uu hoggaaminayay suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland kaasi oo ku tilmaamay gaftaan iyo meel ka dhacinay hay'ad go'aamadii shirka ka soo baxay in la bedelo oo lagala soo dhexbaxo dana siyaasadeed iyo doonista ay leeyihiin siyaasiyiinta daaha dabadiisa ka maamulaysa xulufada tan uu hoggaaminayo suldaan cadeegudi waxana uu muujiyay suldaan daawud suldaan maxamed inay beesh uu isku raacsan tahay waqtigan haadirka ah difaaca calanka tawxiidka leh iyo isgarabtaaga beelaha habar jeclo iyadoo ay amar ku siiyeen dhammaanba wixii deegaankaasi ku abtirsadaa inay isu taagaan difaaca qaranimada jamhuuriyadda soomaaliland iyo midnimadeeda tanina waxa ay ka dhigan tahay tallaabo guul ah oo u soo hoyatay shacabka jamhuuriyadda soomaaliland iyo midnimada dhul ahaaneed ee waddanka هو انت مقالد الله اسعارو نقول دروه سياسات دي اي كوكا لقوقوبيين شعب كان سوق بقبينيسا طلابة او قاضي سلدان داود سلدان محمد ايانا تاريخ دو قري دون تامانتا ايضا او كدقان ديگان كاسين ايسكو كان يهين بقول كيبا سقاشان ايشان مركا لغرهيبو دوبابكا سياسات دا كم بالمي ايو سيدا او كالي سياسيين تداها دبدي سكما مولايا كواسي او دونايا sidii ay doorashada degdegay Soomaaliland uga dhici lahayd ee ay u gaari lahaayeen kursiga ugu sarreeya waddankan oo ay ku taameeyeen tan iyo 2012kii hase yeeshee waxa soo afjaray damici siyaasadeed suldaanka guud ee beelaha Soomaaliland iyo guurtidii uu hoggaaminayay oo gobonimo qaatay giftaantii xaalka bixiyay waxana ay wax weyn uga dhigan tahay hadalka suldaanka Soomaaliland oo midnimadeeda iyo wada jirkeedu mar walba uu muhiim u yahay jiritaankeeda